Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ruqyah ini diniatkan khusus untuk saudara-saudara yang mengalami gangguan dan penyakit pada area perut, baik diakibatkan oleh penyakit medis maupun non-medis. Penyakit medis seperti mah, asam lambung, radang usus, kanker pada area pencernaan, tumor pada area pencernaan, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan lainnya, maupun penyakit non-medis berupa sihir, kiriman sihir, santet, teluh, yang mana jin bersarang pada area perut. Maka dengan penuh khusyuk dan berserah diri kepada Allah, peganglah area perut Anda dengan tangan kanan Anda, seraya berdoa dan meminta kepada Allah untuk menghilangkan segala gangguan dan penyakit yang bersarang di area perut Anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وإذا مرضت فهو يشفين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا كريم يا نور يا شميع يا بصير يا لطيف يا حليم يا رحمن يا رحيم dengan nama-nama Asma'ul Husna kami mohon kepada Engkau ya Allah berilah kesembuhan kepada saudara-saudaraku yang mengalami sakit yang mengalami gangguan pada sistem pencernaannya ya Allah baik itu karena penyakit medis maupun karena penyakit non medis ya Allah angkatlah penyakitnya ya Allah sembuhkanlah ya Allah dengan kesembuhan yang sempurna jika ada sihir jika ada sarang-sarang syaitan sarang-sarang bangsa jin di dalam sistem pencernaannya yang membuat mereka sakit ya Allah maka hancurkanlah sarang-sarang itu ya Allah keluarkan bangsa jin dari tubuhnya lepaskan ikatan bangsa jin dari tubuhnya dan berilah kesembuhan yang sempurna pada sistem pencernaannya mulai dari lambung, usus 12 jari, usus halus dan usus besar ya Allah, serta hal-hal organ-organ yang berkaitan dengan pencernaannya. Jika ada sihir maka hancurkan sihirnya ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل حاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب وشاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيحنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أهدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم يا الله يا كريم يا حق يا نور يا سميع يا بصير يا لطيف يا حليم dengan nama-namamu yang maha sempurna dengan asma'ul husna kami memohon dan meminta ya Allah sembuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam sistem pencernaan bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan rukyah ini ya Allah baik itu penyakit yang disebabkan murni oleh medis maupun yang disebabkan oleh non-medis dari kiriman sihir, santet, guna-guna, pelet dan gangguan jin lainnya ya Allah baik itu bangsa jin dari jin leluhur, keturunan, jin nasab yang bersarang di dalam sistem pencernaannya di dalam lambungnya, di dalam usus halusnya, di dalam usus besarnya bagi saudara-saudaraku yang mengalami penyakit medis berupa asam lambung ya Allah radang lambung, penyakit maag atau ada kanker ada tumor di perutnya ada semacam gangguan radang di perutnya ya Allah maka engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah sembuhkanlah ya Allah angkatlah ya Allah angkatlah penyakitnya ya Allah keluarkanlah semua bangsa jin semua racun, semua energi negatif yang ada di dalam perutnya bagi saudara-saudaraku yang mengikuti rukyah ini maka peganglah area perutnya putar-putar dengan penuh keyakinan tariklah ke arah dada tariklah ke arah kerongkongan jika ingin muntah keluarkan ya Allah bismillah 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 keluarkan bismillah Allahu akbar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يا الله يا رحمن يا كريم berkahilah saudara-saudaraku yang mendengarkan rukyah ini ya Allah jadikanlah ayat rukyah ini sebagai wasilah bagi kesembuhan mereka ya Allah sebagai jalan bagi kesembuhan mereka ya Allah sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuhkan tidak ada yang sulit bagimu ya Allah jika sakit maka sembuhkan jika sulit maka mudahkan jika gelap maka terangkan jika sempit maka lapangkan jika masih jauh maka dekatkan jika masih lama maka singkatkan ya Allah ya Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa' Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين Hanya kepada Engkau kami mohon, Ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta, Ya Allah. Hanya kepada Engkau tempat bersandar segala sesuatu, Ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit yang ada pada tubuh saudaraku ini, Ya Allah. Terutama khusus yang bersarang di area perut. Yang membuat asam lambung, yang membuat mah, radang usus, radang lambung. Atau ada pembengkakan di area daerah pencernaan, Ya Allah. Yang ada tumor, yang ada kanker. Ya Allah, Ya Karim. Ya Zul Jalil wal Ikram. Tidak ada yang sulit bagimu, Ya Allah. Hasbullah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa annahu kana rijalun من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أهدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني استجب لكم يا الله يا كريم يا حق يا نور يا سميع يا بصير يا لطيف يا حليم dengan nama-namamu yang maha sempurna dengan asmaul husna kami memohon dan meminta ya Allah sembuhkanlah segala penyakit yang ada di dalam sistem pencernaan bagi saudara-saudaraku yang mendengarkan rukyah ini ya Allah baik itu penyakit yang disebabkan murni oleh medis maupun yang disebabkan oleh non-medis dari kiriman sihir, santet, guna-guna, pelet dan gangguan jin lainnya ya Allah baik itu bangsa jin dari jin leluhur, keturunan, jin nasab yang bersarang di dalam sistem pencernaannya di dalam lambungnya, di dalam usus halusnya, di dalam usus besarnya bagi saudara-saudaraku yang mengalami penyakit medis berupa asam lambung ya Allah radang lambung, penyakit mah, atau ada kanker ada tumor di perutnya ada semacam gangguan radang di perutnya ya Allah maka Engkau lah yang maha menyembuhkan ya Allah sembuhkanlah ya Allah angkatlah ya Allah angkatlah penyakitnya ya Allah keluarkanlah semua bangsa jin semua racun semua energi negatif yang ada di dalam perutnya bagi saudara-saudaraku yang mengikuti rukyah ini maka peganglah area perutnya putar-putar dengan penuh keyakinan tariklah ke arah dada tariklah ke arah kerongkongan jika ingin muntah keluarkan ya Allah bismillah 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 keluarkan bismillah Allahu akbar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا الله يا رحمن يا كريم، berkahilah saudara-saudaraku yang mendengarkan rukyah ini ya Allah. Jadikanlah ayat rukyah ini sebagai wasilah bagi kesembuhan mereka ya Allah, sebagai jalan bagi kesembuhan mereka ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha menyembuhkan, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Jika sakit maka sembuhkan, jika sulit maka mudahkan, jika gelap maka terangkan, jika sempit maka lapangkan, jika masih jauh maka dekatkan, jika masih lama maka singkatkan ya Allah ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. Hanya kepada Engkau kami mohon ya Allah. Hanya kepada Engkau kami meminta ya Allah. Hanya kepada Engkau tempat bersandar segala sesuatu ya Allah. Sembuhkanlah semua penyakit yang ada pada tubuh saudaraku ini ya Allah, terutama khusus yang bersarang di area perut, yang membuat asam lambung, yang membuat mah, radang usus, radang lambung, atau ada pembengkakan di area